سي الدكتور زكريا، مرحبا بك. نهارا نصدغك من اجل طرح بعض استفسارات، بعض التساؤلات، باش نور الراي العام خلو الوضعيه داخل المركز. راكم بذات الشكل جا مسؤولين اجل احاطه عامه حول وضعيه المصلحه. داكوغ، بسم الله الرحمن الرحيم. نتشكى الطاقم الصحفي باش تعتبر الزياره اللي فيه بلا امكانها لجن حاجه تصبحت اولا من اجل التنوير تسمى سجن بطريقة صريحة بدون أي مغالطات، بدون من ما تسمى غادي يستغل شي حاجات لصالح معين باش تسلم الحقيقة الكاملة من اللي توقع بإمكانها. الدكتور زكريا، سؤالي تسمى البداية ينس هو تعلق من أجل الإحاطة عامة في الوضعية القطاع، خصوصا المصلحة المالية اللي تتعلق بالتصفيه ضمن زاد كشجن الصورة خاص. المهم بالنسبة للوضعية العامة للقطاع الصحي بالحسيمة، نيش باش نشوفوش في وضعية عامة مخيتجانش مكزار السكينة المواطن بالنسبة نتا واش يوكل من يهزهم، نيش تسمى غاتجوها باسم المواطن، لأنو المجتمع اللي تحكم نيش الصراحة غازوخ تجي اجتماعيا بنا ما يحكم بدون اي استغلال، لان الوضع الصحي في الحسيمة ولا صحة المواطن اش تعتبر خط احمر ديج النقطة خصو تستغل حد نغطي وظف سياسيا من اجل المصلحة الذاتية. نيش الزوق المواطن مرمي ديال صلاغ سبيطار يساد من اجل حق العلاج اضيف فرصة مقتنع نفسيا وبدنيا قانص فرانسيس انساتيسفاكسيون توتال، وانه قد من الناس يجن حاجات حقينس يجن حق تسميهم ناس الدستور، لانه مواطن قد دولة حق الصحي. بالنسبة لمصلحة تصفية الدم راه خاص نسيور بصفة عامة، هو مش غيجن نبذة هو مكانة ما راديتوش مشوين روك. مصلحة تصفية الدم تتوكرية ذاك الحسيمة بالضبط 18 نوفمبر 1998 بمناسبة عيد الاستقلال لوخنيث يتفتتح مكانا أمكانا ومثل الزمن سمير سديج ضرورة قصوى، وأنه هناك مواطنين مساكن في مدينة الحسيمة يعانون من مرض القصور الكلوي المزمن يستوجب أنه يقولنا غتصفان الدم طرح حتى وجدة 32 سيمانة في المصاريف الإنسان الشخصية. التكلفة العلاج ديالي زكر وقتني مليون شهر، وما بالك التكلفة التنقل، لكن يرى المصير مراك يتركوا باستطاعتهم واش الزمان العاجل مالا. إذا المعاناة إمارك حركة شوية الضمائر ذاك المنطقية نهزني ولا كان المحاولات يشكرون على ذلك. في 96 كانت في جمعية الخدمات الصحية كانت دراري حسيمة غوان حسيمة غايورين في المنطقة قطير قلمية ديال المغني كونو نجي نجمعي من أجل تسهيل الخدمات الصحية لي الساكنة في المنطقة من بين تسمى الموضوع الأساسي إلى مرض القصور الكلوي المزمن وتمكين الساكنة من العلاج. هنا لظروف معينة وتمكن نشري هذيك الجمعية المالية باش كريان مركز. من بعد إجي المدة وسندي وغا مشكورين ثوا المنطقة وخصوصا ثوا ذيريفيين المنطقة زدغن كيف نديني نغني كي طنجة كي تطوان كي وشتاك وغوبا كريان جمعيات النكور لتقديم الدعم لمرضى القصور الكلوي بالحسيمة برئاسة السيد أمغار مصطفى إيشان تسمى غيناث الزنزان الحسيمة 2004. الزنزان الحسيمة 2004 غادي يحرك شوي تسمى أمكانة كتدخل وزارة الصحة في إطار المشروع تجهيز 25 مركز تسمى قل المغرب 25 مدينة غتجهز وزارة الصحة استاذن دانيتين قاعة معالجة المياه قد زامروخ لما يقام قاعة معالجة المياه يعني أنه أمان غادي تسن السنتر وزمة السعدي دومروك يخضع لمجموعة من العمليات كيميائية معقدة هنا في الني. إذا القاعة يتنتين تعتبر ديجن نمش غني القلب النابض ومكانا
تجهز عاودة مكناس 5000 نصفيات الدم ذي اللي غيبالو خنيف وزارة الصحة تخدم تقريبا ب تقتسم. وأزيد على ذلك شقاك ميني جنب بكل صراحة عادتيش ديبري تشجيعا يوذانا لأنهم كان يخدم 24 ساعة فوق 24 ساعة. إذا باش نشجع يوذانا غي تسدمنا بعوطة دي الساعة 8 ونص 6 ساعة 5 الصباح ولو تقدس يجن تحفيز يجن تحفيز ما تسمى غينا ثبينا. إذا هو تسمى المهام حاليا يتقوم الزاكس الجمعية الجمعية يومي في الظنومس قالوا قد بدا السبعة مارك قيل 98 من بعد 14 مارك من بعد 30 من بعد 60 ومثل ذا 60 هذا 200 ذا غير ستير يبد يبد لا مدينة اتونسيون سبت قا 60 مارك الطاقة الاستيعابية وامكانا قا صافي هو رح الدينس قا اختاز قي 60 نطوض اج النوع تسمى عدم تسمى عدم تسمى المراقبة وكان عدم السيطرة تسمى وزور حنيتو زمان السيطرة كوم كان لأنه الاستيعاب نوظيف الجوز طاقة الاستيعابية طاقة الاستيعابية نجوز ميوا عيني مراك من غير إني ديت لأنه الدياليز قد سنة تعيشي في بنادم تقريبا إيش نهاية إيش نهاية لا إذا تقيمة ذين بفضل كان هو تمكن نيجي نعدد معين تقريبا كان يغشر الترفيه حتى يبعيني وذاب زك صحاب الخارج داسن أسعد من عطلة ولكن لا أنفي أنه الشروط اللي تفن ذيها وثنتي في الشي ذا لأنه هذه الإمكانية تغاسن تفن ذي المين خسن مع ميت تسن ذاني تفن لأنه أولا إمكانه هو تجاوز طاقة الاستيعابية من زمان تقريبا 2008 2009 غير إيرا أتيري بنظمي بينسا إذية في الحلول ومكانة إذا ما الدكتور يعني ثمان بعد ما هذا العتاب أني غير يستحمل القدرة الاستيعابية يعني نثني بفنك يجب مرحلة تحدية شكل المرضى إلى آخره يعني تيد البداية تحدية لكم نعم وبداية تحدية هو من يخمر بالضبط بذا لأنه نشير أخذ كطبيب اختصاصي للكيلي يمكن ناس من بعد التحقق الحسيمة روح النيث تم دق ناقوس الخطر ممكنة المسؤولين بما فيهم الجمعية أتونسيون قان فقد السيطرة ممكنة فكث البديل والبديل من بينهم الناظور والتطوان انت فروخ الناظور بين المراكز الجنب القطاع الخاص القطاع العام ستان المراكز تطوان ستان المراكز طنجة تقريبا اختاز بستة الحسيمة هذي الجنب تقريبا بذن بالموازة تكثير من إذن عاد غسيج المركز وأزيد على ذلك هو أنه الحسيمة تكسيم مواطنين منطقة الدريوش اللي جان تابعين لمنطقة مسامان من ناحية القانونية ذي المذكرة وزارية قراكي وذينا من وعد عدن ذا ولكن شنين وزمة غنسبت نشكى طبيب من ناحية غرين وزمة ذي سمح سنيخي وذينا إكاث نجي تفا شين حلس نقدمن لي وذانا ناحية وزارة الصحة أنه سنوفر العلاج في ظروف نتاف دانيتين بوديس السيدين الله يرحم الوالدين تحمل منطقته بلا ما يستقى في مسامان يقال لك ما راح حتى ميضار لأنه غاس ندير المركز كي ميضار يقال لك نيش ميض أبريز كي في مسامان ميضار يتسيت يقساح نيش تسيت مسامان ذات ودس منطقة مثلا تروبوت نشين حاليا نكسي وذان قليم دريوش نسبة مهمة الزاكسن انك السيخ لي دي وذاني دي جان غيري فيين زدغن كي مناطق اخرى قل المغرب لان الظروف العلاج قل مناطق النغني وغسن شي مجانية التطبيب مجانية العلاج مية كيمية غسن دي المراكز خاصة يقارس روحها مركز خاص كدين دياليز اش نقل لائحة لنفي وبريما دي تاس سقل كارمثان سقل تطوان هادي تاس هادي سنوسا قل محطة هادي دياليز هادي عقب ني غادي زدغها قل عائلة ني غادي كلا لأنه وذان وفان الرحمة ذاك ممكنة جيش الزمن ولكن ما لينا قوي تغيمش قناس الكمال لله يجو مكان بالمقارنة قيم ديني النغني غاس نستي مكان نجزاق مانايا غن كان هو يقواسي جن تضحية مغانت وباش نسيقي وزمان سيقي
وزمان سيكي لانه قابوك تزار مكدني والطاقة الاستيعابية نعذات من زمان وخان دور تقريبا ثاني واش ضمنوا بالحضور الطاقم مثلا طبي زقنها حتى تجي في يومين قوا زعما قضايا جغبي اختصاصي اذا نظبي بوالتين مضطر هذيك ما يسمى ب الخدمه الالزاميه غاز دراغان مرادي ما هو مستعجل لانه باش تقد مثلا نظبي بابي في السوق بلاص ممكنه يخصا على الاقل ضع طبيب غادي يخدم به الجن 12 سوايع هذيك تاهي 36 ساعه دي 36 ساعه ني خدمت ثلاثه طبيب النغني شي مع الاسف وانا شي من سيدي تحياتي نعم سيدي هي شرف كبير لانه نش ديال المحاله ومي بدي 2013 قشان انا قشان سبعه ومي بدي غدا براشرين وقت يكون ما كيفاس قراش الغرق واخر كاسيش السيد الدكتور زكريا تا هي كاين المجهودين تبعي واخا غافاس يعني دواياي وتجي شي تفرط مثلا لقي المسؤوليه نس نتيز كدكتور يخصص انت تيخفينس نزار وميدوشي غاو واحد النشده غاتصفيق داك ديال سبيطا محمد الخامس في مدينه الحسيمه السيد انت يوفا تجهيز مواشي إذن ما يقوى من يقوى الفشل من تقيم دار رئيس مثلا الجمعية نكور تسيخ فيه الشخصيين وغنزار روغنش عامين عام وتسع شهور سيقوى ميذين تصفيق مغني المهم واش كان غازيني وهو بوسيتو ومان غازت تقاذين لبرشمو غاينة لصالدو ثاني لا صال دو خطره غازنا هذه خريا شافي تروثي نس يعني يسال الشهر نس دي نعاود المشكل نظن الماكينات لانه ماكينه زي غير هذا زي 10 سنين تساوون حتى 30 20 سنه وشي كاين من غتصفاتني غير غنشين ديني انتعانات المشاكل الخروقات تسمى النقاط السوداء غير موكن نغاسن ديني غاسن العجل ضم قران دينا 40 موكن دين 24 20 قما صالحينش باقي وين ديد جديد في شهر 7 وين ديد جمعيه مزيان ذين المشكل الدواء ذيني امراض سخانينيش وي غاسنت الدواء انا سيروسال ميزي تاراني ذا من تكسن يعني تكمرني يعني التصفيه تانا والو تمني انا نخلي الدواء 4 ساعات ترقي المشكله الدواء 4 ساعات ترقي المشكله قالوني باك ومان 4 ساعات ترقي المشكل نينا لا صالدو وثانيا خلي التنظيم الغاز ديالي ودي شي دوني ودي جنا هذا ما قد عند لانه لو الشركه هو ما كنخدم الشغل يا انت الشركه هو مين تق كنخدم شي حاجه تقطع إجنا قاصر انت غاز العطافيس يمكن قادو زي البراج يا رز يمكن شنو انت قادين ذي بوسيتو بوسيتو من غا خصان وخصان والو 500 درهم هذا وين المعلم هذيك قادو هذيك سبت غلا صلدو لا صلدو ني خصيت بعدا دام زيارو في تراو هذه سقاشن وشي تعقل حد زكومي لا صلدو خاص ندير جديد ودرك منشي قادين يا الشاق خاص ندير سبيط عالي يوسي دروها تقريبا 4 شهور ما 5 شهور زكومي ديوسا قادين لا صلدو روها رانت عارس المشكل الدواء المشكل داك اللي هو ما شنين كقصور الكلاوم تعانى سجن سني خصص دوينس نيت حداجا يتخصص ماكينه سني حداجا يرغبني الكمال على الله بالنسبه للمواعيد ودو فين بقول المشكله ديال المواعيد مثلا مراكيناكم المواعيد تحظ يعني تسدي التصفيه مباشره ني غير توقع شي مشكل احيانا مثلا روح المواعيد ودي شي دار رئيسي ثني تقداني غدينا ثني غد ماجور غنغديني المواعيد الممرضات الممرضات يمكن تصن تليفون غير الاصدقاء العاش تيري غاك المواعيد 9 تيجي 12 تيري غاك عيطي وثانيا ماكينه مي غاستعدي نهارها غير سعد دو الشقيش تنضم لي تيجيني ماكينه خاصه باش هادي وثانيا غانغينا يقودها سميك نتصفى هذيك سنينين خمسه هذيك منين ثمانيه غنشي لانه هو غانغنشي غانغي جنينا تيجن وزني ذقر انا الوزني ذقر راقي ماكينه راقي تيو نينا تاسند تشوكي شويه تخدم شويه تبدا تخدم شويه رميزه رميزه تفغان مزيارو
هوني مستفخون كارو إذن وصفيقشي لهذا نشت السف در حدو تصفيقشي سنعين تصفيق نهار اثنين وميراحة وذي تصفيقشي سبعق ترضا وذي غشلق عود ورغا زيرو قصا خمس ألاف درهم دوا عشر أيام كيكوما ذيني الزرق ذيني خاسي أستاذي هاي حضاكي وسيد غاي زورا مسكين فهمت؟ لهذا أمي سنيغ مناغي التحالي لغا الدكتورة تسمى اختصاصية المستشفى محمد الخميس برا روغينات إني بأنه صفي سيشك ناس قنع رنا صفي لاقا الحصية ثاني توسي شغو في غوز مثلا سجن ميزان فغس الميزان نيروني سنغي لو صفي غشي روغ نوضي غذو رغ شلع عاود قومي غاد بالدغ قومي غاد بكا لا بارت إذا رزو تصوض نعم سيدي من ذاك يوقع عن رخامية من تعلنت المطالب من درس الزود رخا ذي توغيا ذي توفدر من داخل المصلحة حيان مركز تصفية الدم الزوغة الطغية عند الموكني ذيني ذي نابعان الموكني ذين جديد ذي غاز ذين هذي الطلب الموكن التصفية ذي جديد ودي شو كورنها التاسم تقنيش كتصفين ذينك تخاوان غير موكن ني عاود لصالدون كورنهاش كتصفين ذي هدي تاس تقني عاود لصالدون هدي تقامان هدي قطع عمر قد نوتي شي يعني ذني بالنسبة ينشنين الحرج ذوني المشكلة غانغا كيتسي وثاني السيد الرئيس الجمعية نكور هدي وضحيق فين ساكي اكيغ نتحاور قانشين المرضى هدي 150 رخي ذي المرضى اكيغ نتحاور باش انا في الحل انت مراغاس العدري ناس هتنسن نتعاود هذي السن هذه السن بأنه إلى غاس المرض غاس لي مرض أخن غاس ذينا جيرينس الأمانة ودي شي ماذا أنه روح وسيب فهمت؟ أتسقاذ ماذا ليش الممرضة قد نسي خفيس غاس مشكلين ولكن المشكل مي غادي المسؤولية التنم هو مي كنتاوي خسيد مي غادي المسؤولية فهمت ملا؟ إنتو راه ويز ماشي من تزكم زوي تزدادي صفا مسغينيش كمان والو ناسين الماكينة خص عندي وقيم ديال السم هذي يجي الغاز مزغيني لأنه الحالة ضعيفة يجي الغاز يلا دي الضبا مزغيني دي وضع دي وذي قم دي نهايك مرة دي عقب ويتسفيشي مرة دي إن المشكل مثلا إننا ندفتر التحملات غازيني وذن مثلا نتخدس شيء السيد رغم مرة توجه دي سيد الرئيس وجيش دي شيء جيشي هذي خلط أمي قالشين هذي خلط شعبانة قارندار لا قلني نيت إجا غاز كنوبس سن التغطية الصحية سن يني المرتبة سن بيني قايمي تخجص خاص الدولة قدا قدا المساهمة كل عام إنه غا يجي شي كيسني الحل أنت هذيك زعما أنت مغوص غايك المحسن جان المحسن إلا كيسني ساهم إتوارا غويز ماشي منايا غادي نساهم هذي جو غايخدم من هذي جو الإخوان المحسنين عطا الله الخير إتوارا أنت المحسنين ويجي شي أنوجه الأمر غا الولايات الجهاد الوزير الصحة فهمت وجه الامر وزير الصحه غادي يخدم الشغريس لانه وروغ انت الدوله نهم زيرو ميوذف ويجي لي احتياطي منايا لانه روغ الدوله سنه دخس السنه ديال قدين كومغني ولكن مع ذلك انت يخدم وجه شو يخدم شي كمزيارو كون كار يفشل باش يجي يتحاور اكل المرضى ماشي قاتلين قاتلين 150 تما تقريبا غاس نفس المشكل اللي غاك شكرو غا من نفس المشكل نفس المشكل سبراي اني موثني يعني وندك اني واحد سن قمودني وذاك وذي مشي ربعا توري نتصل مشي رئيس الجمعيه مثلا نستعاوذ من المشكل ما يتغنى ما يتغنى ما قد يصل اداره خصها زوج تفدو يجي صافي اما المشكل مثلا تقني الدكتور مهمة تعداتوني وانك تعداتي تاس دي تقل عملية دي ناس انت سيخفين سيد وريني عدن كي شهر اني نذن ويتساهم ردة ويتساهم ربع الساعة ردة صغاز الجيب يسمع الدين ومعنوين فهمت؟ مش نجي قيمة سين وجمع ذي قيمة هذه تيول لأنه انت مهروخي سمرمي ميرا غايس وخاص تليفون قدر اذا نرفجانا قيش جوجنا مرمي ما يتري حاضر يحز ما موجودي ولكن من طلبي الجمعية نقول هذا غنصفاج جيت أما الدكتور نتاق في المرحلة يسوي حس كتقني المهم يسقى يتعدد واني جوز غسطريق شي عام وتسع شوز كمي تصفيق ذي واني جوز غسطريق بالخلافات الإقصاء كذا المشكلة ناس يتعدد زي الطابع تطاب العملية زي تبدأ خاص أمهروخي زي تبدأ خاس اشرح الصافة زي تبعيد الساز زي الحوسي محتافة زي جدوى قفاس انت يتصل ستليف مخية السيد ومن بعد هم يغفضوا شي نيا تصفي ان واحد غاي ثاني تي قاعده غتصفي طاف من الدافين هذا المشكل نشجي فاش هو غاز نسندرا لو كاين هذا يوش ندور يقطو فوق
واعتمد السون تنس ونيس سيدني لي مالادينو ايدا وحنش اتبع وفعلا نقف اتبع عاذرو حالي ولكن انت المشكلين سم دكتور وتش المشكلين سم هذا النمانايا في بداية الأمر إذا أنت كشل نظرة الآلية اللي جندها كي المصلحة مدى الصلاحية ناس مدى الفعالية ناس المسألة إني مولد الكهرباء المسألة إني ومان ثم إذا تسولد من خلال التعايش اليومي بالمقترحات تولد تجاوز الواقع الجدل المصلحة المهم من ناحية تسمى وضعية التقنية للمصلحة لكن حاليا زعما بكل صراحه تعريف مشاكل هذا الماكينات التقديمين تقريبا الاغلبيه الماكينات 30 ماكينه غنا تقريبا 5 ديال الجامعات الجديد تقريبا هاد وزاره الصحه 5 ما يبقى عاد وكشي ثلاث شهور يعني و 26 ماكينه في النيرين مثلا تفز انه وعدنا 10 سنين وماكينه ثانيه تنوم فيهم تضبط ماشي صافي انت تعاود تجديد ابي فضل ليش الشراكه ديال الجمعيه الفرنسيه قناص اركاد زودنا لنا السونتر تقريبا شي 20 ماكينه نبداو تجدينا اتيري مصيري جن عدد ديال المراكب اللي تنسمى لي الهلاك لان وزاره الصحه الى حد الان نتلقى الزاكس 9 ماكينات الباقي مجهودات انسانيه جمعويه اذا الات قديمه قاعة معالجة المياه خلين تف التقديم تعريف أعطاب في الانتظار تسمى أنا قرز قمكانة لأنه ذي المشروع أنا قرز قمكانة ويجن تسمىهم كان جديد في إطار الأشغال التي يعرفها المستشفى قمت غير مشاهة نتيب أماح أو ممكنين وزارة الصحة تقدروا قاعة معالجة المياه اقتغنا ذا نتيب محطوطة ولكن وزمتنا كبذا قمرنا كبذا صافي فراح فتادر تخصار نتراجع الاشهر من سبيطارات كمرت باش هذا نسلقر اجل المركز ديها الذي نتمنى غتير الطاقه الاستيعابيه سقطات كان اذا وضعيه تقنيه في قساحه قناه ذاك سنتي عيشت من ناحيه المواد اللي نستعمل قد الدياليز لا مشكل وخا الجمعيه تقوما اتصر الماتريال مالك لانه 140 امرو 140 امرو روح مالك شي راكم التكلفه الاجماليه قيعان التكلفة الإجمالية غيرنا غير الضوا وثني تسعدانو قيمارك تيا وثني المحالي اللي تقن القاعدية والحميدية السما شحال التكلفة الإجمالية 190 مليون قيعان غاخدس الجمعية 190 مليون الجمعية وزما تسما غاتواصل غاتكبرا من يحرج جامعو بقا غير يجن حصة يخصها خاص تخدس الجمعية قال الماتريال اللي لغا من الدواء واثنين اثنين ديال الثانية 132 درهم حسبيت 140 واحد حسبيت الشهر حسبيت كي عام كتاس تقريبا 190 مليون 200 مليون الجمعية حاليا متماشية خاصك نعترف دين دعم وزارة الصحة كيما انايا ولكن غير كافي إذا شنو نزول الحلول حلول حاليا ما هو آني أنظم وكذا سنيكي مراكة المساكن أولا أنقرب العلاج زق المناطق ميسترد مثلا صحاب إذا يزدغن الدائرة انترقيس تكتامة بني بونصار إكاون نديج المركز اللي تصفيات الدم جيتاقيس باش يبدانا مساكن غاس نيري وذاس مرمي الشات وثفير مرمي تنقضونتر مركز النغني باش يبدانا ديتاسن بني بوعياش تازوراق تمسامان إينا غاس نقارب تما غاس نيري أغاسنييري مركز يود ساسن لأنه البعد عن المركز يتشكل ليش عائق ضم قران أغلبية كما نطور يعود يجد حال النغني في إطار الشركة اللي تطبق وزارة الصحة القطاع الخاص مركز لتصفية الدم القطاع خصاص ضرورة ذاك الحسيمة تكاد المدينة الوحيدة تقريبا قال المغرب وغاسبو مركز خاص لتصفية الدم لأنه المركز أولي ماشي تسنة تقنيش الضغط كان المركز ودين عاودي جن الميزانيه خاص بالتصفيه الدم ديال المدن النغني هكذا غير جن عدد معين من هكذا يتم تكسير قاها الميزانيه انت اثنين ايش كي مزورن ايش كي ثاقيس ايجن مركز خاص يخص المسؤولين
إلا اللي دي دخل الناحية الجمعوية كذلك صرعا نقيم نيغ يوغذا نيدي جان جمعوي ندين قفاقي سيد قنشين اتفاق الشركة هاك شوف بير دين نيغ بريبي نيغ الدولة تحتاسنا وقت قن جمعية في المغرب قلقنا سواليتين عمل في إطار الشركة هذا زون حلول ماشي لأنه ذي البوغ بيقول بالداشي لأنه يعني مؤخرا تصلاقي وذانا نترقيس يجمعوي إنا نترقيس نيناكو غانا البوشكي نوضير انت اللي تكلفين سأسينا ولكن قام الناحية القانونية وتجوان إحمال لأنه والله الممرض يتقمن أي عمل تطوعي ما تلقاش كمان يعني راح يشتورع وحتى فرنسا تسقادي في الجمعية في قيم ذي نشها كي كليرمون فيغون الجمعية اللي إذا ندي عاون سماكينة فرنسا كاد فورمان الممرضة وليتي راك الدكتور إيه؟ سمحي بالنسبة له خاي الآلة تاثينا أثناء الاشتغال نسنت وخا بلوكانت يوقع ذاك الشيء الخلل معين تف ذي المريض واش من يوت الفاشي خص صحة المريض برمي توقع بلوكات مشكل عاوز باش كي نخديش المرأة استطعم العاملين قبل مركز الحل اللي انا وانا الكترونيك بقيت حل ما راه استطاع الممرض اللي ديت المجهود مش اشكره على ذلك فوق التقاضي سبي حل قضيه حل دين مالو ما راه والو نسبد الصفيه نتبلع ماكينه منين سلاقه راه مالو كماكينه نغني ولكن بقى ماكينه تكون شعماط يخصها عوض درجه 2 3 السوايع حتى تكمل نط الحصاص الدياليز روح النيف روح النيف يخصها قيمتها تخدم غير مالو واقاس تجيرف من هي غير ممكن مو كذا سكا الطاقم العامل وغنى هذا الشيء ضايج نقص عاويس كيما انايا فاكين تما مين صراع ضيق سياسي غير سياسي ارجو شي سياسيين اتبع لنزكم كان صحة المواطن بالنسبة ليش خط احمر واني مي غاشي الغموض برا مش تغاس مرحبا به دائما تصادي سان كان مكيكوا هذه السنة الظروف الإنسانية بعيدة عن الإشاعات بعيدة عن الإشاعة أي واحد مواطن مغربي غاس الحق قاسه كان هذه السنة الحقيقة كان دكتور وانش أتحمل المسؤولية الكاملة إما لا يلقى روان